وسط هذه الصحراء البركانية يقبع موقع تاج مارت بالحظيرة الوطنية للأهجار على سفح جبال الأتاكور من الناحية الغربية، حيث النقوش الحجرية لحيوانات استقرت بالمكان نسبة لجريان الوديان التي تشكل العامل الأساسي للحياة بالأهجار. تاج مارت نفلة من بين المواقع الثقافية المتواجدة على مستوى حضيرة الأهجار، وين جسد الإنسان ما قبل التاريخ بعض الجداريات والنقوش الصخرية اللي جسدت فيها الحياة اليومية اللي كان يعيشها الإنسان ما قبل التاريخ في المنطقة، وين جسد الحيوانات اللي كانوا في الفترة هذيك مثل الزرافات والنعامات والبقر. في هذا الموقع نجد المعالم الجنائزية، أي طريقة الدفن للإنسان ما فجر التاريخ في المنطقة، وكذلك في هذا الموقع هو عبارة عن موقع على السطح لبعض الصناعات الحجرية اللي تترامى في الموقع. هذا موقع من بين المواقع المتواجدة على مسار أسكرن، أي بما أنه المسار ينطلق من راست إلى أسكرن ويزي فايت على هذا الموقع تاع تاج مار، توافد بكثرة على هذا الموقع. قام ديوان حضيرة الأهجار مع مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي بتهيئة هذا الموقع باش يزيدوا يعرفوا الزائرين لهذا الموقع بأهمية والحفاظ على الموروث الثقافي لهذا الموقع المهم. نسافر في دهاليز الزمان نحو عصور ما قبل التاريخ لنكتشف روائع الرسم الحجري بموقع تيت. تعد منطقة الأهجار من أقدم المعالم الحضارية لإنسان ما قبل التاريخ، استقر فيها منذ آلاف السنين أي واغل في القدم، إذ ظلت منذ آلاف السنين محور من أهم محاور الحضارة الإنسانية. نستشف ذلك أو نكتشف ذلك من خلال ما هو موجود من مشاهد أثرية، سواء إذا تحدثنا على الفن الصخري بأنواعه. موقع تيت، هذا الموقع معروف بتواجد وكثافة الإنسان، يعني استقر فيه إنسان ما قبل التاريخ. احنا نحكو على زمن واغل، يعني نحكو على حضارة إنسان ما قبل التاريخ أو فجر التاريخ. يعتمد هذا الفن الصخري على يعرفنا على تاريخ وحضارة وأصالة وعراقة تاريخ المنطقة. إنسان ما استخدمه في تجسيد هذا الفن الصخري، نجد أنه استخدم الركامات الصخرية أو المغارات على حسب نوع الفن الصخري. إذا تحدثنا على النقوش الصخرية فإنه استخدم الواجهات الصخرية التي ممكن صقلها أو نفذ عليها المشهد كما يراه في الطبيعة. سبحان الله سبحان الله يتمه
بهذا الفضاء الجيولوجي بموقع تيت ترقد المعالم الجنائزية باختلاف أشكالها ورموزها، صرح تاريخي يكتنز في جنباته تراثاً إنسانياً موغلاً منذ القدم. اليوم رانا في منطقة تيت في المكان معروف بتواجد ومجموعة من المعالم الجنائزية تجسد فترة مرحلة فجر التاريخ التي قدرت ب6000 سنة قبل الحاضر. تميزت هذه الفترة عن فترة الحجارة بوجود ظهور بعض البنايات الميغاليتية في شمال إفريقيا. بدأ الإنسان يهتم بدفن موتاه وجسد ذلك في عديد من المعالم الجنائزية التي اختلفت أشكالها وأنواعها حسب الحالة الاجتماعية للميت. نجد مثلا هناك جسوات بسيطة وجسوة ذات الفوهة والمارجيل الذي يتواجد بكثرة هنا، هذا المارجيل متميز بأشكاله وأنواعه وحجمه. بين هذه المرتفعات البركانية يقبع جبل تغاغا بموقع تانغت، والذي يحوي على نقوش حجرية تعود إلى فترة البقريات. نحن في القسم الأعلى من موقع تانغت في جزئه الثقافي في المغارة أو الكهوف التي تنتشر بها رسومات صخرية نقوش حجرية متمثلة في حيوانات في العصر النيوليتي المتأخر، متمثلة في البقريات والزرافة، فهي منقوشة بتقنية فائقة على الحجارة مرسومة بخط يعني وتقنية واضحة. الآن هي محمية من طرف هذه الأحجار الثقافية بمركز تايفن. نلاحظ فأن الأيام الأخيرة والسنوات الأخيرة أن الظروف المناخية بدأت تؤثر على الصخور، وبالتالي هي تعرضت لعملية التشقق. هذه التشققات أفقدت الجداريات المنقوشة ملامح الرسومات الموجودة عليها. حملتنا روح ساحرة الجنوب إلى موقع إنوداد بمنطقة تسنو بمولاي الحسن، حيث يرقد هذا المعلم الجنائزي الذي يبرز عبقرية الإنسان الأول في طرق الدفن. نتعامل مع نوع من المعالم الجنائزية اللي تنتشر في منطقة الأهجار وفي حضيرة الأهجار،
واللي تمتاز بها حضيرة الأهجار وهي مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، شيدها إنسان ما قبل تاريخ، هي تعد من الثروة الثقافية والغنى الحضاري لمنطقة الأهجار. هذا النوع من المعالم اللي احنا نشوفوه هو نوع تمتاز به منطقة مولاي الحسن بالضبط. بالنسبة لهذا المعلم اللي خلفنا،
تشكيلات جبلية بركانية تتميز بتاريخها العريق عبر نقوشها ورسوماتها. احتضنت الإنسان الأول وعاشت الكائنات على ضفاف وديانها، وارتوى العابرون من مياهها الشافية كمنبع تهابورت الكربوني المعروف بخصائصه العلاجية. تهابورت هذه جاية في تزلاين، تزلاين مثلا معروفين، وشبل نتاع تزلاين راه هادر الهقران، هادر الهقران هذا معروف بالترقية الجبل الأحمر، يعني كيعود الماء يخرج من الجبل يسموها تهابورت، هي ترعى الماء هذوك وداك الشيء. وتهابورت معروفة بالدواء وداك الشيء، الماء نتاعها راها يعني كيشغل حامض شوية يعني. وسط هذا المتحف الطبيعي المبهر يقف شامخا جبل إيهاغن، تحفة فنية بشكله البركاني الفريد جعل منه قطبا سياحيا هاما. أراها في الطريقة أسكرم، معروف في الطريقة إيهاغن إنه النواحي هادو نتاع معروف. إيهاغن هو معناها إيهاغن هو تاع الدب تاع المحراز، معروف هكا احنا نقولوا ليه هغن. و تندي اللي يشقو هي تندي وهغن، دايما يمشوا مع بعض، تندي لازم تمشي مع هغن، هغن لازم يمشي مع تندي. هذه المنطقة مثلا هي سقة، معروفة أن إيهاغن هذا موجود في سقة، طريقة سكرم بين طريقة سكرم 10 كيلو تمر راسط ولا 12 كيلو تمر راسط، طريقة سكرم معروف بالسواح، معروف بتمر راسط، يعني إيهاغن هو يعني جبل معروف بزاف بالنسبة لتمر راسط. اللي تقول لي إيهاغن راه عارفه بالسمية تاع إيهاغن. أسكرم سحر الوجود، لوحة الغروب الأجمل في العالم على ارتفاع نحو 2800 متر، واحدة من الجنان الربانية التي تسحر العيون بروعتها. هذه المنطقة المعروفة ضمن المسار السياحي أتاكور آل اللي ينطلق من مدينة طمنراست مرورا بإيهاغن، بعدها منطقة إيزرنان، بعدها كذلك تمر بمنطقة أفيلال. هذا العلو الشاهق وهذه المناظر الخلابة تستقطب مجموعة من السواح على مدار السنة للاستمتاع بهذه المناظر الخلابة وهذا العلو الشاهق المنقطع النظير الذي يدعوك حقيقة إلى سفر لم يكن يوما في حسبانك.